وهذا لا يقتصر على الصيام، فإن السلف كانوا يوسعون ذلك في سائر الأعمال، حتى إن شهر شعبان سماه بعض السلف شهر القرآن، وذلك لكثرة قراءة الناس فيه للقرآن، لا لأنه شهر القرآن الذي أنزل فيه، بل لأنه الشهر الذي يتهيأ فيه الناس لاستقبال شهر القرآن بكثرة القراءة، حتى إذا جاء القرآن شهر القرآن كانت القراءة فيه سهلة، ما هانت على النفس وتهيأت وانطلق بها اللسان وتهيأ لها الإنسان بحيث يسهل عليه العبادة.